ما في كان جهاد نكاح، ما في كان جهاد هذا بتسموه انتو جهاد نكاح، ما في. كان في زواج يعني وعقد مثل ما انت بتروح للبلدية بتعمل عقد زواج، هذا الزواج نكاح هذا ما موجود اصلا منه، ما هو صحيح، بيكذبوا. يعني اذا انا مثلا قتل زوجي بتزوج زوج ثاني بيقولوا لي هذا زواج نكاح، ما كان هذا زواج نكاح، نحن بنتزوج على سنة الله ورسوله، زواج معه شهود موافقة يعني الاهل وكل شيء، فما كان زواج نكاح، ما موجود هذا زواج نكاح، هي كذبة صراحة. إذا كانت سبية عند أخ ممنوع إنه الأخ الثاني إنه بيتعدى عليها إلا إذا هو بده يبيعه أو بيعطيه هدية لإله، إذا كانت ملكه هو ما بيقدر حدا إنه بيلمس له إياها أو بيمسه، لأنه هذا صار ملكه هو فقط. إذا بيكون عنده زوجته أو بتكون عنده كمان سبية ما كان بيجمعهم التنتين، كان بينام مثلا يوم مع هاي وينام مع زوجته، فهمت؟ أحلى مكياج يجيبولن، أحلى ملابس، أحلى من زوجاتهم أصلا يعملوا، بس ليش كانوا يعملون هالشي؟ كرمال يتاجروا فيهم، يعني كرمال يعملوا لها مكياج يضبطوها يصوروها. حتى زوجي القديم اللبناني كان فايت بمجموعة تليجرام، هيدي مجموعة التليجرام اسمها مجموعة اسمها سوق للسبايا، سوق للسبايا مكتوبة، كان يبعثوا صور السبايا، تكون حاطط لها مكياج جيد، لبسها اكسسوار جيد، ملابس جيدة، يصوروهم ويبعتوهم، مثلا هيداك يقول هيدي السبيب 15 دولار، 15,000 دولار، البكر وصلت ل 30,000 دولار.